للفنان ما لا يحق لغيره؟ لا مش كده، بس بس يمكن في تفكير معين لازم تتفهمه مرأة أو زوجة الفنان ما انوجدت بالزواجين السابقين. هو بصي باختصار أنا مجنون مش طبيعي. أوكي خلص أعطيتنا حقي. لا خلينا هلا نسمع أغنية أعذريني. ما رح نسمعها مع الموسيقى، هيك نسمع منها كوبلي صغير لأنه أنا أكيد كثير من المشاهدين حابين نسمعها. مش معنى اعذريني يعني، أنا ممكن أقول أي حاجة تانية. يعني نستعذر من كل الناس اللي أخطأنا لإلهم، خلينا نقول هيك. بس اعذريني دي عدنا عليها فترة طويلة. طيب يلا بنسمعها سوا، مقطع صغير. مصرة. فكرني بس بالتوناليتي وبعد كده. مكتوب فوق جبيني شيء ضروري تشوف عيني، اللي مكتوب فوق جبيني شيء ضروري تشوف عيني، فوق جبيني اني بحبك وتخونيني، ده انت خنتي خنتي قلبي، ده انت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبك خنتي قلبي. ما تخافيش انا مش هعاتبك، اصبح ماليش احلام في حبك، ما تخافيش انا مش هعاتبك، اصبح ماليش احلام في حبك، اعذريني مستحيل هقدر اسامحك، مستحيل ده الخيانة شيء في طبعك، اعذريني مستحيل هقدر اسامحك، مستحيل ده الخيانة شيء في طبعك، ده انت خنتي خنتي قلبي، ده انت خنتي خنتي قلبي، بس خنتي قبل قلبي، خنتي قلبك خنتي قلبك. سلم كلمك.